صلوا على النبي محمد. على وعد الله تغشى الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائد لخد شيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا شيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وآل بيته ودريد عزمين ثم إلى رشيدنا مواتر الله أحمد بن إيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا أستاذ الأظم الفكي مقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الشكاف وجميع ساداتنا علي بعلوي ومسلم وفرعي ومنتسبين إلى ما يسمعين ثم إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى شيخ الراتب الحبيب عبد الوهاب بن ابي الحداد ثم الى شيخ المولد سيد الدور الحبيب علي بن محمد بن حسين الغزي ثم الى روح جميع الاولياء هذا القريه بانصري وعلمائها ثم الى روح سيد الوالد الحبيب ابو بكر بن سكاب بن هاشم بن عبد الرحمن سكاب ثم الى روح جميع اهل قبور بابا سوبر وجداته واصولهم وفروعهم ثم الى روح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين عامه أن الله يغثكم بالرحمة والمغفرة ويلي درجات في الجنة وينفعنا بهم ويفادنا بجيهم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت في الدين والدنيا والآخرة بسير الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام
أبي الزعادي للإسلام. يا قوي يا مدين اكفي شر الظالمين. 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 أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير. يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير. يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير. يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم. يا كاشف الغم. يا من يمضي يغفر ويرحم. يا فارج الهم. يا كاشف الغم. يا من يمضي يغفر ويرحم. يا فارج الهم. يا كاشف الغم. يا من يمضي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 هكذا مبون. لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الظاهرين وأصحاب الأكرم المهتدين وأزواج الطاهرات المهدي المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى رشيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لأرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله والصحابة أجمعين
أن الله لدرجات في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا الشيخ الكبير أبو السخير الفقيه مقدم محمد بن علي بعلبي وأصول وفر وجميع سادات علي بعلبي. أن الله لدرجات في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كان مشارق الأرض إلى مغربها. أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بدادهم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذ في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا الشيخ الكبير أبي السخير الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث صاحب الرادم وأصول وفن وجميع سادات علي بعلبي. أن الله لدرجات في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويكسر أنظارهم ويرخص أسرهم ويسر سلاتينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بدن ويحفظ الحجة والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يسكب سلامة ويرضو إلى الظالم سالم عاملين غنمنا وإيانا في خير ولطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يغثكم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويهتم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كنا والمسلمين من السخاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى الإزي ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن الأسر إلى اليسرى ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السهد إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الحدلان إلى التوفيق ومن الدنعة إلى السنة ومن الجو العدل. اللهم عين على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى وعلى الأمان وعلى جميع ذلك بلطفك ممضي إلى رضاك منهي إلى جنتك المسكوب ذلك بنادرين إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الذي فلم يزل أذب بنا فيما نزل إنك الذي فلم تزل أذب بنا والمسلمين يا الذي فلم يزل أذب بنا فيما نزل إنك الذي فلم تزل أذب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ذنبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ذنبنا والمسلمين يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي ذنبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي ذنبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي ذنبنا يا لطيف يا عليم يا خبير جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نجنا بما نخاف يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا بما نخاف يا أمان الخائفين نجنا بما نخاف الفاتحة بقبول وتامة من كل سر ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أغرام داعي يدعو إلى الحال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسمع من السمل ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد وأسره وسهل ما قطع السلام عليك السلام.
السلام عليك يا حبيبي يا نبي
صل عليه. قمر سيدنا النبي قمر ذي نادي الله الله ما سد أيادي المقصود في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى ما تبدو ما شان خلق خلق لحكمة وضع عليها علمة وبسد من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إلى ما صلى خلق وأنزل به رحمة تألقت إرادة الأجل بخلق هذا العبد المحبوب فتسر شرفه في أول من سهادته والغيوم صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفتى الذي فرس من حوضة إحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجود أكناف الوجود وضرجت برد العوالم بدراسة كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تزال الحق في عالم القدس الواسع، تزال ينقض بانتصار فضله في القريب والزاز. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد، ولا يمال تكرار بكثرة درداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان، وتندثر أسرار في الأكوان، فما من سر تصل بقلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنا من والى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بجدا وجمالا، قدرك في الحسن على مقام ودناها في مجده وتعالى. صلى الله عليه. لحظته العيون فيما ازدلته بزرا جميلا يزيخ الضلالا، فهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في صؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجز عن وصف اللسان، ويحار في تأكل معانيه الجلال. انتشر منه في العالم البطون والدهور، ما عمل وجود خلقي النور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم بسارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. صلى الله عليه. فمن فجد هذه البشرة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل على مولاي صلي على حبيبك المصطفى.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما ضمن الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قائده وتلاؤه على اليقين من سر ذلك الإطعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بزيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بزرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البزر وما أوسى من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وعتمها وعسك التحيات وعنسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الجمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويغتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه صلى الله عليه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلق سرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. ما من صوت ضمة إلا وتمس عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرار وموضع خروج وقد قضت الأقدار الأزلية بما قد أظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم شهادة بشرا لاقى البشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهار صلى الله عليه. فتعلق سمة الركيم من هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو الذي من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. الألسن لدى في بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسلام سامعين من خواص المؤمنين والترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين
وما أكرمه الله في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبن في أسرى يده في الكون منشورة عن المر الأيام والشهور والسنين داعي التعنك بهذه الحضرة الكريمة ولا عجل تشوك إلى سماع أوصافها العظيمة صلى الله عليه ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وصلي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى والله ما حملت من ناقة فوق رحلها والله ما حملت من ناقة فوق رحلها أبرى وأوفى ذمة من محمد ولا في بقاع الأرض شرقا ومغربا ولا فوق أفلاك السماء كأحمدي أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد طالما اشكو غرامي يا نور الوجود طالما اشكو غرامي يا نور الوجود وانادي يا ديابي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي
لعلي وحسين وحسن Oh,